انا اسمي اسماء علي من محافظه المنوفيه، بكالوريوس تجاره، عندي 22 سنه. فكره مشروعي هي اعاده تدوير المخلفات الالكترونيه واستخلاص المواد الخام منها. الفكره باختصار هي ان الاغلبيه هنا في مصر بيستغلوا المخلفات الالكترونيه يا اما في تقسيمها مثلا كحاجات اقدر ابيعها كقطع غيار، او اجهزه ممكن اصلحها وابيعها كسكند هاند او حاجه يوز يعني. بعد كده بيصدروا الحاجات الباقيه سواء بسعر قليل يا اما بيدفنوها او بيحرقوها، فبالتالي بتبقى مضره للبيئه. فالفكره ان احنا نستغل المخلفات دي في اننا نستخلص المواد الخام منها زي الحديد والنيكل والزنك وكمان الذهب. الذهب موجود في المذر بوردز، في الكمبيوترز وفي الموبايلات. ممكن نستعمل الذهب الموجود في الاجهزه الالكترونيه اننا نجمع الذهب ونستعين بمعمل كيميائي. في الاول هنستخدم خليه تحليل الكترونيه كهربيه، بنستعملها في ان احنا بنجيب الذهب اللي احنا طلعناه من الاجهزه دي وبنحط حمض كبريتيك ويحصل تفاعلات وكذا ويعدي على كذا مرحله لحد ما يوصل لماده اللي هي تراب الذهب ويترسب في الاخر تحت. بعد كده بنحوله لدرجه حراره عاليه 1100 سيليزيوس لحد ما يبقى قطع ذهب خام صافي ممكن نقدر نبيعه لمصنعين الذهب ونستفاد من المخلفات دي. في كده عندنا في مصر تقريبا معدل استهلاك الفرد من المخلفات الالكترونيه بيبقى من 1.5 كيلو ل2 كيلو في اليوم، فده معدل كبير جدا ممكن نستفيد منه في ان احنا نستغل ده في ان احنا ننتج مواد خام زي الذهب ونبيعها باسعار عاليه وتجيب لنا ربح اكتر. يعني في دراسه اتعملت ان كل طن من مخلفات الموبايلات بينتج من 150 ل200 جرام ذهب، فده يعتبر مصدر ربحي مفيد جدا سواء للبلد وسواء لفرص عمل للشباب.